شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث المباراه كره السله رجال الاهلي وسبورتنج في مستهل مشوار النادي الاهلي في دوري السوبر بفوز النادي الاهلي 76-44 في مباراه تساعدها النادي الاهلي منذ البدايه الى النهايه. خلينا نروح لارض الملعب ومراسلنا فاروق صلاح ولقاء مع كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق. اتفضل يا فاروق. من جديد بجد تحية للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن قيدار هنداوي والكابتن خالد مصطفى، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا النادي الأهلي بيستهل مشواره في بطولة الدوري والفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 76-44 في مباراة تسيدها النادي الأهلي على مدار الأربع أشواط. بيسعدنا يكون معنا في هذه الأثناء الكابتن أحمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الأهلي. كابتن أحمد برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، تحية الكابتن هيثم السعيد كابتن قيدار هنداوي وكابتن خالد مصطفى. فوز كبير النهارده اعتقد مهم جدا، البدايات بتفرق النهارده، فوز كبير جدا على مباراه على فريق سبورتنج في مباراه تسيدها النادي الاهلي على مدار الاربع اشواط. الاول طبعا برحب بكابتن هيثم وكابتن قيدار وكابتن خالد زملاء في الملعب من زمان طبعا، ويعني مشرفين قناه النادي ويا رب موجودين دايما. الحمد لله يعني النهارده خلصنا بطوله المرتبط ربنا كرمنا بيها، نبدا نركز في بطوله دوري السوبر وكاس مصر. بداية مع نادي سبورتنج، فريق محترم وجهاز فني محترم وعنده زي ما الأهلي عنده أولاد صغيرين مميزين، سبورتنج برضو عنده أولاد صغيرين كتير مميزين، ويمكن هتكلم على سبورتنج شوية إن هم كنادي سبورتنج ليه تاريخ في الباسكت، وممكن بعد الانتخابات اللي فات دي وفوز كابتن أحمد حسن بالانتخابات النادي سبورتنج هيبقى قادم في الفترة اللي جاية بقوة وهيبقى يرجع إن هو منافس تاني إن شاء الله. وبحييهم على مجهود النهارده، عارف انهم عندهم ثلاث لعيبه ناقصين زي ما احنا برضو عندنا ثلاث لعيبه ناقصين، وبس هم يفرقوا معاهم، ممكن يكون احنا عندنا البديل اجهز. الحمد لله النهارده الفرقه اتمرنا، جهزنا فرقه سبورتنج كويس بتمرين ومحاضرات الفيديو وقارين لعبهم وعارفين خلاص كلنا، يعني كل فرقه عارفه الفرقه الثانيه وامكانياتها ونقط قوه وضعف. لعبنا بشكل مميز، الفرقه ادت دفاعيا ده اللي كان يهمنا النهارده اكتر من هجوميا، لعبنا في الديفنس بطريقه اللي كنا طالبينها من الولاد واداء كويس، وبحيي كل اللعيبه وان شاء الله. البدايه طبعا انت عارف البدايات دايما ما بتبقاش قويه كمستوى، المستوى بيعلى مع الماتشات الكتير، بقالنا فتره يعني من نهايه المرتبط دلوقتي ما كانش فيه ماتشات، الماتشات المستوى ان شاء الله هيبقى اعلى كل ماتش عن التاني باذن الله. كابتن احمد، التواجد في منظومه النادي الاهلي كل يوم انت مطالب ببطوله، الدوافع بتتجدد يوم بعد الثاني بعد الفوز بدوري ببطوله منطقه القاهره ثم البطوله العربيه ثم دوري المرتبط، الدوافع ما قلتش عند اللاعبين، الجديه، اتكلمت في نقطه مهمه جدا وديت اللي عايزين نوضحها برضو للجمهور، فريق النادي الاهلي اصبح شرس في الناحيه الدفاعيه. طبعا انت بص الاول نتكلم عن النقطه الاولى، ان انت بتمرن في النادي او بتلعب في النادي انت محطوط تحت ضغط طول السنه، وده ضغط جميل لان انت في الاخر لما بتكسب الناس بتشيلك فوق دماغها، فانا بشوف ان هو ده ضغط، يعني انا بسميه دايما ضغط ممتع، ان انت تبقى بتفرح الناس ودايما بتلاقي تقدير معنوي من الناس بعد اي انجاز بيحصل. فالحمد لله رب العالمين على نعمه النادي الاهلي، كل واحد من الفرقه او من الجهاز يبقى عارف ان هو في نعمه كبيره وجوده في النادي الاهلي. دفاعيا احنا طبعا دي سياسه اوجوستين ان هو دايما مركز على الديفنس اكتر يمكن من الاوفنس، فدفاعيا الفرقه بتتطور وهتبقى احسن ان شاء الله الفترات الجايه، ودي حاجه بسطانه من المباراه اكتر من الفوز او فرق السكور او النواحي الهجوميه. كابتن احمد، الكابتن هيثم السعيد في مستهل بدايه الاستوديو التحليلي اتكلم على سياسه الدفع بالناشئين والربط اللي ما يعني المستر اوجوستي بوش بيهتم بهذا الامر، اعتقد ده امر مهم جدا بالنسبه لكم كفريق النادي الاهلي. بص خليني اقول لك ان النادي الاهلي يعني يمكن اخر سنتين ثلاثه هو النادي الاهلي ماشي تقريبا في مشروع، ممكن يتغير المدير الفني لكن المشروع اللي النادي الاهلي ماشي فيه ان هو يجني ثمار قطاع الناشئين اللي بقاله 7-8 سنين شغال على اعلى مستوى، اللي بحيي كل مدربين قطاع الناشئين اللي موجودين مميزين. انا اقدر اقول لك انا حافظ لعيبه لغايه تحت 12 سنه في النادي الاهلي كلهم لعيبه مميزه، بنتوسم فيهم ان شاء الله ان هم اجيال تكمل بعض ويبقى فريق النادي الاهلي بيملك قاعده كبيره وذخيره، ودي حاجه فعلا باسطه كل الناس وبدات من السنتين اللي فاتوا وما بداتش السنه دي، يمكن السنه دي انت بتلاحظها بشكل ملحوظ لان انت بتلاقي بقى اللعيبه اللي كانت بدات تلعب بقى لها سنه او اتنين بدات تستوي زي ما بنقول كده بالبلدي، زي عمرو زهران، زي محمود وليد، زي مؤمن خيري، زي عبد الله، زي بودي حسام،
هتلاقي اللعيبه دي على طول في الاستمراريه ان شاء الله بالماتشات هيبقى مستواهم اعلى وافضل باذن الله. اشكرك كابتن احمد وبالتوفيق في المباراه القادمه باذن الله. ان شاء الله باذن الله وبشكركم جدا. شكرا كابتن هيثم. ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد الجرح المدرب العام لفريق النادي الاهلي. من جديد العوده للكابتن هيثم السعيد. فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا ولقاء مهم مع الكابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق. خلينا نروح لهنا ابو القاسم ولقاء مع اللاعب عمرو زهران. اتفضلي يا هنا. عمرو الجندي انا اسف، لقاء مع عمرو الجندي. اتفضلي يا هنا. ضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، يعني فوز مستحق بيحققه الحقيقه رجال النادي الاهلي، ومعي في هذه اللحظات كابتن عمرو الجندي. يعني في البدايه طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك الفوز طبعا. الحقيقه كانت سيطره كامله منكم طوال المباراه. اول حاجه الله يبارك فيكي، شكرا قوي، وسلام الكابتن هيثم وكل الكابتن الكبار اللي في الاستوديو. طبعا الحمد لله بدايه كانت كويسه، كنا مركزين جدا النهارده ان احنا يعني عندنا غيابات، بس كنا محتاجين نظهر بشكل كويس ان احنا نبعت مسجات لكل الفرق ان احنا جاهزين، ومهما كان حد ناقص احنا بنلعب كفريق، وان شاء الله يعني نفضل بنفس القوه دي حتى في غياب احمد حمدي ومروان سرحان وايهاب، قدرنا نظهر بمنظر كويس الحمد لله. يعني مشوار بطولة دوري السوبر يمكن جماهير النادي الاهلي مش بتقبل باقل حاجه غير الفوز، ايه استعداداتكم للفتره القادمه؟ بالظبط، احنا الفتره الجايه عندنا دلوقتي ماتشات الرايح جاي دي اللي بنحدد من خلالها يعني عشان نخش بلاي اوفس معانا الهوم كورت ادفانتج في دور الثمانيه. محتاجين طبعا نخلص اول، احنا السنه اللي فاتت حصل بعد ما كسبنا دوري مرتبط حصلنا برده غيابات في الرايح جاي، اتهزنا شويه النتائج فخدنا الطريق صعب، خلصنا رابع فلا قدرنا. دور الثمانيه كان صعب وسيمي فاينل كان صعب، السنه دي ان شاء الله برغم الغيابات ماشيين بطريقه جماعيه، مهما حد غاب ماشيين بنفس القوه. ان شاء الله محتاجين نكسب الرايح جاي ونخلص اول ان شاء الله عشان يبقى معانا هوم كورت ادفانتج في دور الثمانيه، يبقى عندنا اللعب الرابع في سيمي فاينل ان شاء الله. يعني انتوا عاملين سيزون قوي جدا حقيقه، محققين علامه كامله في كل البطولات اللي دخلتوها، ايه اهدافكم لبقيه الموسم؟ طبعا الحمد لله كسبنا بطوله عربيه والمرتبط، بس احنا لسه هدفنا الكاس والدوري، ان شاء الله عايزين نعمل موسم يعني كويس قوي جدا ان احنا نقدر نحقق فيه كل البطولات، مش هنهدى، لسه محتاجين نكسب الدوري وكاس، ده هدفنا ان احنا ناخد السنه دي كل حاجه. سكواد ما شاء الله قوي، ومعانا طبعا الاستاذ كابتن كوتش اوجوستي والجهاز الفني كله، فاحنا طموحنا ان احنا ان شاء الله نكسب كل البطولات السنه دي. بشكرك جدا يا كابتن، مبروك مره ثانيه. شكرا ليك، ربنا يخليك، وشكرا كابتن النادي الاهلي. ده كان لقائي مع نجم النادي الاهلي اللاعب عمرو الجندي، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم ولقاء مع عمرو الجندي، بشكرك شكرا جزيلا. نروح لزميلنا فاروق صلاح مع طبيب الفريق الدكتور اكرم محمد عشان نتعرف منه على الاصابات ومعاد عوده اللاعبين. اتفضل يا فاروق. من جديد اجدد التحيه بالكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جندي من الجنود المجهوله في النادي الاهلي دكتور اكرم محمد طبيب فريق النادي الاهلي اخصائي العلاج الطبيعي. دكتور اكرم يعني الشاغل الاكبر لكل جماهير النادي الاهلي، كابتن هيثم كابتن قيدار كابتن خالد مصطفى، الجميع عايز يطمن، طمنا على حاله المصابين في النادي الاهلي وبعدين نتكلم بقى على موعد عوده المصابين. اول حاجه بمسي على كابتن هيثم سعيد وضيوفه الكرام. احنا الاصابات عندنا متنوعه، احنا عندنا تيم ورك الدكتور محمد جاد والدكتور هيثم والدكتور اكرم اللي هو انا. الاصابات اللي عندنا الاساسيه دلوقتي حاليا هو كابتن طبعا مروان سرحان عنده كسر في صباعين، فمحتاجه تقريبا من 6 اسابيع ل 8 اسابيع عشان يقدر ينزل تاني في الملعب. عندنا برضو اصابه مهمه جدا كابتن ايهاب امين، كابتن ايهاب امين عنده مشكله ان هو بعد العمليه الزايده ففي مشاكل شخصيه، فلما ينفعش ينزل بسرعه احنا مش مستعجلين عليه عشان خاطر ما يحصلوش اصابات مضاعفه بعد ان هو ينزل بسرعه، وان شاء الله يبقى في خلال اسبوع او اسبوعين يكون نزل ان شاء الله الملعب. عندنا كابتن احمد حمدي عنده سبرين انكل خفيف. احنا حاليا النهارده كان عندنا كابتن ابو النصر كان عنده اصابه في الاكيلس خفيفه، فعرفنا نتفاداها وما شاء الله يعني ابدع في الماتش، واحنا هنا اهو بنحاول بقدر الامكان نتلافى الاصابات في الفتره دي، لان دي المشكله اللي بتقابلنا كل مره في كل موسم ان هي في اخر الفتره النهائيه لا عندنا كميه اصابات كبيره، فالمدرب يبقى عنده مشكله في اختيار اللاعبين. دكتور اكرم حضرتك تطرقت لنقطه في غايه الاهميه، اعتقد يعني هيثار عليها الكلام من الاستوديو التحليلي، نقطه تلافي الاصابات، وده امر مهم جدا. ايه الامور اللي انت بتشتغلوا عليها في النادي الاهلي اللي هي يعني تلافي الاصابات؟ يعني اعرف على حسب معلوماتي ماده التربيه الامنه اللي هي السيفتي اديوكيشن، ان اللاعب بيختار يعني اثناء السقوط الزاويه المعينه لتلافي الاصابه، دي جزء من الامور اللي انتوا شغالين عليها.
بالظبط كده، وطبعا بنتلافى الاصابات بكذا طرق، في طرق الاولانيه زي ما حضرتك قلت لها اديوكيشن، وفي جزء تاني اللي هو الريكفري. الريكفري عندنا اهم جدا عشان خاطر الحفاظ على العضلات والاربطه من عدم المزق والاصابات الكلانيه. من النقط التاني برضو ان احنا بنحط دايما فتره اسمها العلاج المائي، بنتفق مع اللاعب في فترات معينه ينزل حمام السباحه يعمل تاهيل معين بحيث يحافظ على نفسه. احنا عندنا مثلا كابتن سيف اللي هو من طنطا عنده مشكله في ظهره، فاحنا مثلا ما نزلناهوش النهارده لان احنا بنعمل له فتره تاهيل، وهي دي الفتره المهمه جدا في التاهيل لان احنا بنحافظ على اللاعب بقدر الامكان بحيث ما ينزل تاني ما يتكررش الاصابه او تجي له مره تانية. عندنا مباراه في غايه الصعوبه، اقرب اللاعبين اللي هيكون موجود ان شاء الله مع الفريق خلال الفتره القادمه، واكيد الجماهير عايزه يعني تطمن وتقول ايهاب امين بالظبط يبقى موجود امتى؟ هو احتمال كبير ممكن يلحق ماتش الزمالك، وده يعني احنا بنسعى فيه لحد دلوقتي، بس ده مش اكيد برضو. احنا عندنا الاولويه ان اللاعب نحافظ عليه بقدر الامكان، لان بعد فتره الايقاف هنرجع هيبقى الجدول مزحوم جدا بين مباريات الكاس والدوري، ودي الفتره اللي احنا بنتكلم عليها، دي الفتره الاهم. احنا دلوقتي حاليا هو كابتن ايهاب امين اللي بنحاول نضغط في الموضوع بحيث ان هو ينزل في ماتش الزمالك. بعض الامور المكثفه بيتم اللي بنشتغل عليها في الفتره الحاليه مع ايهاب امين، تمارين رياضيه معينه، وبنعمل حمام التاهيل اللي هو لسه فك الغرز من يومين، بعد كده هنحاول ننزله في الميه بسرعه بدري، وبنحاول كمان ناهله العضلات البطن عشان ما يجيلوش حاجه اسمها فتق رياضي، والحاجات دي كلها بالتعاون مع الجهاز الطبي اللي موجود ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان نضغط عليه بحيث ننزل في ماتش الزمالك باذن الله. شكرا دكتور اكرم، ونتمنى السلامه لكل لعيبه النادي الاهلي. شكرا جزيلا، وانا سعيد جدا بحضوري في قناه الاهلي. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع الدكتور اكرم محمد طبيب فريق النادي الاهلي، اطمنا من خلاله على حاله لاعب النادي الاهلي. من النقاط المهمه اللي عايز اختم بيها يعني مع حضرتك، طبعا اللاعب ابراهيم محمود ابراهيم لاعب فريق سبورتنج ده كان اصيب بقطع في الرباط الصليبي في المباراه الاخيره لفريق سبورتنج امام فريق طلائع الجيش، وطبعا كان في حاله من الحزن عند اللاعبين بعد اصابته، يعني كان ليا وقفه مع الكابتن وائل بدر. طبعا من خلالك بنتمنى كل السلامه طبعا لابراهيم محمود ابراهيم، ونتمنى لكل السلامه لكل اللاعبين. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد. سمعنا العزيز فاروق صلاح، بشكرك شكرا جزيلا، واللقاء كان مهم مع الدكتور اكرم محمد طبيب الفريق، والف مليون سلامه على ابراهيم محمود لاعب او محمود ابراهيم لاعب فريق سبورتنج، نتمنى له كل الشفاء ان شاء الله. خلينا نروح لزميلتنا هنا ابو القاسم من ارض الملعب، ولقاء مهم مع اللاعب او احد نجوم الفرقه النهارده عمر عزب، اتفضلي هنا. برحب بيك كابتن هيثم من جديد، وبضيوفك الكرام، وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. ومعي في هذه اللحظات نجم النادي الاهلي لاعب عمر عزب. يعني طبعا في البدايه الف مبروك الفوز النهارده، الحقيقه عملتوا مباراه كبيره جدا، يعني برغم ان كان في عديد من الغيابات لكن قدرتوا تحسموا المباراه لصالحكم. طبعا الحمد لله، يعني كل شكر لزملائي طبعا على المجهود الرهيب ان احنا نغطي طبعا الناس، يعني اللي احنا الاصابات الكتيره اللي احنا مش معانا الناس الكتيره، يعني عندنا مثلا 5-4 اصابات في بوزيشنز كتيره، مجهود زياده لازم نعمله دفاعيا وهجوميا بنعمله ان احنا نعوض الغيابات دي، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. يعني الفترة الجاية داخلين على عديد من المباريات، هتستعدوا ازاي الفترة القادمة؟ احنا طبعا بنستعد ماتش، يعني كل ماتش بنركز فيه لوحده ماتش بماتش لغاية ان شاء الله بنوصل للفاينل ان شاء الله باذن الله، بس احنا يعني على طول بنشتغل على ماتش بماتش. احنا بنلعب جمعة واثنين، فطبعا ماتشات في وقت قصير جدا، فاحنا بنحاول ان احنا نركز نخلص الحمد لله ربنا كرمنا النهاردة، هنبص ان شاء الله من بكرة على طول على الماتش اللي بعده ان شاء الله. يعني كابتن عمر، ده اول موسم ليك مع النادي الاهلي، يمكن كمان شاركت في العديد مع البطولات مع النادي الاهلي، عايزين نعرف بقى انطباعك عن المباريات مع النادي. هو طبعا الحمد لله ربنا كرمنا اخر كرم، يعني اول موسم وعاملين الحمد لله واخدين 3 بطولات لغايه دلوقتي، وبطولات كبيره بطولات صعبه كلها الحمد لله ربنا كرمنا، ومش دي اخر بطولات. احنا يعني بنحاول ان احنا يعني نركز في بطوله نحاول ان احنا دلوقتي مركزين في الدوري اللي احنا فيه ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخده ان شاء الله. بشكرك جدا وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جدا. يعني كابتن هيثم، ده كان لقائي مع نجم النادي الاهلي لاعب عمر عزب، العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، الحقيقه مجهود يعني تشكروا عليه انت او فاروق صلاح الحقيقه من ارض الملعب، بشكركم شكرا جزيلا. ارجع لضيوفي كابتن خالد، يمكن يعني تمام، يعني المباراه يعني شهدت تالق يمكن النادي الاهلي في التالت والرابع، السكور فتح رجع لمعدلات التهديف الطبيعيه، رايك يا كابتن في الثالث والرابع؟ لا الثالث والرابع طبعا يعني واضح ان فريق سبورتنج يعني طبعا يعني التيمبو بتاعه نزل خالص، او رغم ان هو يعني برده في السكور ابتدى يحط سكور شويه لانه كان الكوارت الاول والثاني طبعا كان يعني كان ما كانش بيحط سكور خالص، لكن طبعا النادي الاهلي سيطره تامه على الكوارتر الثالث والرابع، اللعيبه بتشوط من بره بتجيب،
عمر عزب مثلا جاب كذا ثلاثه من بره، الناس بتعرف الدنيا مفتوحه، الناس بتعرف تخش بتعرف تباصي لبعض، ففي سيطره كامله من النادي الاهلي على الجيم، يعني على اسلوب الجيم وعلى الجيم، وطبعا قدروا ان هم يوسعوا الفرق لاكثر من 30 بونت. طب استاذنك كابتن خالد معلش هقطعك ونروح لارض الملعب تاني وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع احد المصابين الحقيقه نجم الفريق مروان سرحان. اتفضل يا فاروق. من جديد ده بجد تحيه للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام وكل مشاهدينا مشاهده متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا بالفعل زي ما حضرتك قلت كابتن هيثم واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن مروان سرحان، واحد من اللاعبين اللي النهارده كان حريص ان هو يكون موجود ويساند ويؤازر فريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. كابتن مروان تحيات الكابتن هيثم السعيد الكابتن قيدار هنداوي كابتن خالد مصطفى، وفي البدايه الف مليون سلامه ويعني سلامات من كل جماهير النادي الاهلي. الله يسلمك. الله يسلمك وسلام الكابتن هيثم وكابتن كيدار وكابتن خالد، والحمد لله طبعا كلنا ثقه في الفريق، وهي اي حد موجود هيقدر يشيل ويكمل في الماتشات اللي جايه حتى الغيابات ترجع. يعني ايهاب ان شاء الله فاضل له حاجات قليله ويرجع. انا بالنسبه لي مطول سنه، يعني ممكن 6 أسابيع كده، بس ان شاء الله خير يعني. كابتن مروان، الاصابه على قد ما بيبقى فيها لحظات صعبه وبتبقى لحظات حزينه وغير سعيده، لكن بيبقى فيها الدور المعنوي. شايف الالتفاف الجمهور اللاعبين الجهاز الفني النادي الاهلي اعتقد بدي من الامور اللي بتدل على قيمه المكان اللي انا موجود فيه. طبعا الاصابات دي جزء من اللعبه، فما فيش حد يقدر يعني مش بيد اي حد، يعني الحمد لله نصيب وبيبقى قدر فبنتقبله. وزي ما قلت لك يعني الناس كلها كانت حريصه طبعا تطمن عليا في اليومين اللي فاتوا دول، واحنا كلنا موجودين طبعا ورا الفرقه، ان دي فرقتنا، احنا جزء من الفرقه، فاحنا لازم نكون موجودين طبعا في التمرين في الماتشات، بنعزر الفرقه، بنعزر اللعيبه الصغيره اللي موجوده، فده طبعا حاجه اساسيه. يعني من اقرب الامور او اقرب الناس اللي ليك في وقت الاصابه، عارفين بيبقى في دور للبيت اللاعبين، يعني قربنا برضو من الامور دي يا كابتن مروان. لا والله، هو اول ما الموضوع حصل في التمرين يوم الاثنين، فلا كل اللعيبه اخواتي يعني كلهم قريبين مني، اقربهم يعني عمر عزب طبعا، احنا بقالنا 5 6 سنين مع بعض، بس لا كلهم جم زاروني وسالوا عليا يعني. طبعا ايهاب، عمرو الجندي، عمر طارق، مودي طبعا، جمال كان بيتابع معايا على طول، فلا احنا لعيبه كبيره يعني، طبعا الناس كلها قريبه من بعض واخوات يعني زي ما بيقولوا، فالحمد لله. الحمد لله وفتره هتعدي باذن الله. كابتن مروان، حاليا دلوقتي بني ايه الخطوات اللي احنا ماشيين عليها في التعامل مع الاصابه؟ انا عارف في دور كبير جدا بيقوم بالجهاز الطبي في النادي الاهلي. طبعا اول احنا في الاول كان اخذنا راي 2 دكاتره كبار، يعني كان في راي عمليه راي مش عمليه، فالحمد لله احنا اخذنا الراي اللي هو هنمشي كده بالجبيره محطوطه 6 أسابيع، وكل اسبوع بنعمل اشعه نطمن على الكسر اللي موجود، بيلحم وبيلم يعني في المكان الصح، فكل اسبوع بنتابع بقى مع الجهاز الطبي، وامل يعني ان هو ان شاء الله الاشعات اللي جايه يكون الوضع يعني في وضعه الصح وتلم على خير يعني باذن الله. كابتن مروان، كابتن هيثم، الكابتن قيدار، الكابتن خالد مصطفى، كل من في الاستوديو، كل الجماهير بتتمنى لك السلامه وان شاء الله ترجع بالف سلامه يا كابتن مروان. شكرا لك، شكرا لكابتن هيثم والناس كلها في الاستوديو. شكرا كابتن هيثم. ده كان لقائنا مع الكابتن مروان سرحان لاعب فريق النادي الاهلي، بنتمنى له السلامه يا رب باذن الله يرجع بالف سلامه. دي كانت كل الكواليس من هنا وبعد مباراه الاهلي وسبورتنج وفوز النادي الاهلي على سبورتنج بنتيجه 76-44. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام. زميلي العزيز فاروق صلاح، بشكرك شكرا جزيلا على مجهود تشكروا عليه، والف مليون سلامه عليك يا مروان، ترجع بالسلامه واحسن من الاول. وبقول لك نصيحه، ما تستعجلش، انا تعرضت لاصابه شبيهه اللي عندك بالظبط في ايدي اليمين، وانصحك ان انت ما تستعجلش، خد وقتك وكل الناس وراك وهترجع احسن من الاول، خليك فاكر كلمتي دي. ان شاء الله ربنا يشفيك ويشفي كل المصابين، ايهاب امين واحمد حمدي وسيف كمان يكون موجود في الملعب بكل سلامه. خليتنا على فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا الفني مع ضيوفنا في الاستوديو، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن قيدار اجيلك، يمكن تابعنا المباراه،
يعني شاهد التباين الفني ما بين الفتره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، راي حضرتك ايه في المباراه؟ طبعا الشوط الثالث السكور طلع 53-28، الريتم الماتش ابتدى يعلى شويه والاداء اللعيبه ابتدى يخش في الهارموني مع بعض. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا نادي سبورتنج بيحاول يعمل كومباك، بس طبعا عنده اصابات كتيره وكي بلايرز مش موجودين. الاهلي ابتدى يلعب بالعناصر اللعيبه اللي بدا بمجموعه معينه وابتدى ياخد السلكت اللي هم اللعيبه الفايقين. فطبعا الشوط الثالث فرق جامد جامد بالنسبه للنادي الاهلي، وكملوا الماتش لغايه ما وصل للسكور الشوط الرابع 76-44. فطبعا ده اداء بطولي ويا ريت نمشي على الريتم دوت. طب شايف الاهلي يعني 76 بوينتس في الجيم دي معدلاتنا تهديفيه طبيعيه صح كده؟ طبيعي طبيعي. طيب يعني احنا كنا قلقانين يمكن الشوط الاول والثاني حاطين 30 نقطه، الثالث والرابع حاطين 46 نقطه بالظبط بالظبط. ده يعني في حد ذاته يديك مؤشر انه الناحيه الهجوميه تحسنت كثيرا. طبعا الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه برضو اللي خلى برضو نادي سبورتنج ان هو متكتف ان هو مش قادر يجيب باسكت. في كي بلايرز كثيره قوي طبعا انا مبسوط منهم في بادائهم. زي مين النهارده يا كابتن؟ النهارده كان عمرو الجندي، انا شايف ان هو الكامباك بتاعه هايل، ابتدى يفوق ويبتدى يلعب بمستوى اللي احنا متعودين عليه. طبعا انا مبسوط من عبد الله النصر ان هو طبعا لعيب كويس جدا وابتدى يعمل جود ريباوند وديفندر بقى هايل وبلوكر. وطبعا عمر طارق طبعا كل ما بنعرف ننزل له الكوره والفيد انسايد بيخلص كوره كويس قوي. وطبعا اللعيب طبعا اللي احنا كلنا متفقين عليه مايكل كي بلاير تومسون النهارده عمل فيري جود اسيست سيلكتيف شوتس ديفنس هايل جدا. ومحمد ابو النصر طبعا كم باك من اصابته ده وعمل فيري جود ديفنس النهارده، فده طبعا دي حاجه يعني حاجه كويسه جدا. خلينا برضو يا كابتن خالد يمكن عايز برضو اسال حضرتك سؤال عن النهارده الاداء الهجومي بالذات، خلينا نقول بالارقام. قول لي ادائنا، حلل لي بالارقام كده الثالث والرابع احنا على المستوى الهجومي حطينا قد ايه وعلى المستوى الدفاعي دخل فينا قد ايه ان كومباريزون او بالمقارنه بيه الاول والثاني. الكوارتر الثالث انتهى 53-28 تمام. طبعا 53 كان الكوارتر الثاني كان طبعا كان 30-14، فانت حطيت في الكوارتر الثالث من 30 حطيت 23 بونت في الكوارتر الثالث وحطيت 23 بونت في الكوارتر الرابع. ده انا عايز اقول لكم مفاجاه على الهوا. مفاجاه على الهوا. طب والماتش خلص يا جماعه؟ انا عايز اقول لكم مفاجاه من العيار الثقيل، مصير الاتصالات بتلعب اتحاد اسكندري في الشوط دي، فاضل دقيقتين 85 اتصالات 65 الاتحاد. ده خلاص كده ده في ملعبهم ملعب الشوط دي بالاتحاد. انا معقوله انا بيبلغوني مصير الاتصالات احنا هنلعبها الماتش الجاي. استاذ ناجي في الاعداد بيبلغني فاضل قد ايه دقيقه 42 ثانيه 85 65 20 بونت على ملعب اتحاد اسكندري، هذا امر لم اسمعه منذ سنوات. دي غريبه ان الاتحاد السكندري يخسر على ملعبه طبعا. الفرق السكور ده اكيد في اصابات ومصريات صلات طبعا، مع احترامنا لمصريات صلات يعني طبعا يعني معلش طبعا فريق كويس جدا بس فريق اتحاد بطل المفروض يعني بطل يعني انا بستغرب الحقيقه يعني اكيد في حاجه في تذبذب غريب في اداء الاتحاد انا لاحظته الفتره اللي فاتت دي. يعني تلاقيه مثلا في ماتش تلاقيه مستواه عالي جدا وتلاقيه في ماتش تاني يعني بيخسر من يعني من الفرق طبعا مع احترامنا لكل الفرق بس يخسر من فرق صغيره تعتبر مش ده. احنا بنتكلم عن الرانكينج ده حاجه معروفه يعني بالظبط يعني الرانك بتاع الفريق دايما يا كابتن كيدار حاجه مش ما يعني احنا كلنا بنحترم كل الفرق بس الرانك ده فاكت صحيح صحيح وانت بتنزل بتبقى خايف قدام فريق بطولي ولازم تبقى عندك الاستمراريه في الاداء ولازم يبقى فرقتك على طول فيها مكسب. فطبعا ده خبر يعني غريب يعني احنا غريب جدا حبينا نقوله بس للساده المشاهدين ما سمعناه قبل كده. يعني احنا طبعا نتمنى التوفيق لكل الفرق، احنا مش قصدينا حاجه ولكن الاتحاد فريق بطل ومنافس دائما ابدا مع الاهلي في البطولات الاخيره. فطبعا بس هي مصلحه لينا بينا وبينك يعني مصلحه للنادي. لا هي يعني بص وات ايفر مصلحه او غير مصلحه احنا كل الاحترام طبعا طبعا نحترم كل الناس طبعا يعني هي طبعا كمنافس انت طبعا بتدور على مصلحتك كفريق ولكن احنا بنعلق بس
على النتيجه انه 85-65 نتيجه كبيره على ملعب الشاطبي. يعني نتمنى التوفيق لكل الفرق. كابتن خالد، خلينا نرجع لمباراتنا، المباراه الاساسيه بتاعتنا الاهلي وسبورتنج. كنا بنتكلم على الفتره الثالثه، انت حضرتك قلت ان خسر 53-28 بتسجيل 23 نقطه، 23 نقطه ودخل فينا 14 نقطه. يعني تحليلك بالارقام كده مع سالم مشاهد؟ لا طبعا، يعني في تطور في الهجوم، طبعا في تطور في الهجوم كبير في اداء النادي الاهلي في الكوارتر الثالث والرابع، حاطين حوالي 46 بوينت في الكوارترين، غير الكوارترين الاولين 30 بوينت بس، حاطين 30 بوينت في الاول والثاني، حاطين اكتر مره ونص. فاحنا بنتكلم في حوالي التطور في الاداء حوالي اكتر من 50%. صحيح. وفي الدفاع برضو انت يعني فضلت موقف فريق سبورتنج، مخلص الكوارتر الثاني حاطط 14 بونت، في الكوارتر الثالث حاطط 28 بونت، يعني حاطط 14 بونت في الكوارتر الثالث، برضه اتحسن بس اتحسن شويه، بس طبعا تحت معدلات التهديف طبعا بتاعت نادي سبورتنج. لا واضح ان فريق سبورتنج طبعا عنده معاناه كبيره، او يمكن هو فرقه الاهلي بقت الحمد لله بقت فرقه ثقيله، فرقه صعب ان انت تلعب عليها، صعب ان انت تحط فيها باسكت، وصعب ان انت توقفها في الهجوم، لان في مفاتيح لعب كتير، لعيبه كتير ما شاء الله. النهارده عمر عزب النهارده كويس جدا، عمرو الجندي كويس جدا، ابراهيم الجمال نزل برضو عمل يعني كام موف حلوين، محمد ابو النصر النهارده كان كويس ما شاء الله. يعني بنتكلم ان انت عندك يعني الحمد لله خمس او ست لعيبه النهارده كانوا، حتى محمود ايه لما نزل الناشئ كان كويس، كان كويس طارق كان هايل يعني. النهارده الكل بيأدي اداء محترم، بس خليني برضو يعني اخد رايكم في حاجه، انه واضح ان مستر اجوستي منبه على اللعيبه الدفاع، وكابتن احمد الجارح قال كده في اللقاء، قال يا جماعه احنا نازلين النهارده ندافع، كان يهمنا نطمن على الدفاع، وده اللي فسر لنا ليه اللعيبه نازله بتدافع بالقوه دي. يعني واضح يا كابتن كده انت بتقرا تعليمات المدير الفني طبعا. هو احنا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في القصه ديت، ان اجوستي مركز جدا في الدفاع ومدي اساسيات دفاع لكل اللاعبين، فان هم نازلين دفاع بحت، طبعا ده اللي خلى فرقه سبورتنج ان هي تتكتف مش عارفه تجيب باسكت ايزي، فده طبعا ده مؤشر كويس جدا جدا جدا، وده احترام للمنافس، واحترام طبعا للمنافس طبعا، ان انت مديله اهميه ان انت بتنزل طبعا تعمل عليه ديفنس كويس قوي وتوقف الكي بلايز بتاعته، فده طبعا هو ما تاثرش كمان، الحلو كمان ان هو ما تاثرش باللاعبين المصابين، فخلى اللعيب طبعا يعني انا يعني بقول للعيبه المصابين ان شاء الله شفاء العاجل ان شاء الله كلهم ان شاء الله، يعني ربنا يشفي يا رب، ربنا يشفيه يعني ان شاء الله، وايهاب امين واحمد حمدي كلهم ان شاء الله يرجعوا مستوى اعلى طبعا، فده طبعا مش ده يعني خلى اللعيبه كلها تنزل ان هم يحسوا ان احنا مش ناقصين، احنا نقدر نقوم بالمهمه ديت، وحقيقه قاموا بالمهمه ديت وربنا كرمهم بالمكسب. خلينا نقول ارقام كمان للساده المشاهدين، يعني النتيجه خلصت 76-44، لو خدنا متوسط وباخد راي ضيوفي كمان، متوسطنا افريج سكور بير كوارتر هتلاقي 19 نقطه في الجيم، 19 في 4 يعني تديك 76 نقطه، ده تهديفنا 19 نقطه وده رقم كويس مش وحش. دفاعيا هم جايبين 44 نقطه، لو قسمناهم على 4 يبقى متوسط تهديف سبورتنج بير كوارتر 11 نقطه، 11 نقطه، فاذا انت ماشي تقريبا افريج 19 11. وانا شايف انه تميز هجومي لما تحط 20 نقطه في الهجوم، وتميز دفاعي لما يخش فيك 11 نقطه فقط، يعني نقول نتكلم في 10 بونت تقريبا في الكوارتر، تميز في كلا الناحيتين، وده الجميل في النادي الاهلي، واللي مساعدنا في ده بامانه يا كباتن، وعايز حضراتكم تعلقوا على كلامي ده بعد اذن حضراتكم، ان المحترف بتاعنا اللي دائما ابدا بيكون الاجانب هم نقطه ضعف الدفاعيه، لان انت ما بتجيبش اجانب عامه، تومسون النهارده بيدافع، راي حضرتك في الكلام ده يا كابتن خالد؟ كلام مظبوط 100% طبعا، يعني الاداء واضح ان هو الحمد لله ثابت، يعني كل كوارتر زي التاني، بالعكس كمان في تطور في من كوارتر للتاني، الدفاع طبعا عليه عامل كبير جدا، لان يعني انت يعني لو عايز تكسب بطوله العب دفاع، لو عايز تكسب ماتش العب هجوم. صحيح. فطبعا هو الراجل عايز يكسب بطوله، فاهتمامه بالناحيه الدفاعيه بالمنظر ده اللي ممكن يوصله ان هو ان شاء الله يخلص بطوله الدوري، خاصه ان الحمد لله الفرق كمان اللي قدامك هي عماله تقع واحد ورا الثاني. لسه بدري يا كابتن، خلي بالك لسه بدري قوي، يعني انا معاك طبعا ان ده بيبقى مؤشرات، ولكن لسه الدنيا هتروح وتيجي، يعني حد كان يقدر يصدق ان مروان سرحان اصابه هيقعد في الجيب ست اسابيع؟
محدش يعرف بكره في طبعًا. طبعا يعني تو ايرلي ان احنا نحكم، ولكن ده مؤشر. معلش يعني بس مؤشر. برضو يعني احنا ماشيين خطوه خطوه فلما ناخد الخطوه الاولانيه كسبانين، بعد كده الخطوه اللي جايه برضو ان شاء الله نمشي كده. يعني اهم حاجه ان احنا نفكر في خطوه احنا بننط حواجز صحيح، فكل حاجز بننطه بيوصلنا اكتر للبطوله اللي بعد. خليني برضو اسال برضو كابتن قيدار، يعني 19 نقطه يعني متوسط تهديفي في الشوط الواحد، ودفاعيا بيخش فيك 11 نقطه. انا من وجهه نظري يعني ما اعرفش حضرتك تأيدني، لان ده تميز حقيقه طبعا، ده يدل في الاخر على النتيجه الكبيره اللي احنا شايفينها. طبعا ده تميز بالنسبه للنادي الاهلي ان هو يحط 19 نقطه كل شوط، ويعمل دفاع كويس قوي يخلي الفرقه الثانيه تحط اقل من السكور او العادي يعني بالنسبه لنادي سبورتنج. فده طبعا تميز جدا، وطبعا زي ما قلنا المصابين طبعا لو كانوا موجودين كان السكور كان عالي يعني. في نفس الوقت احنا شايفين المؤشر اللي جاي، الماتشات هتبقى احسن. انت عديت خطوه زي ما قال خالد، والخطوه الجايه يبقى فيها اداء احسن وتميز للعيبه واداء يبقى. وطبعا الفرقه ابتدت تاخد الهارموني بينهم من بعض، الكيمستري بينهم من بعض. فهو طبعا اجوستي ولد زي ما يكون تيم ورك، ولد حاجات كتيره قوي بالنسبه للفرقه. فدي حاجه طبعا مؤشرات يعني ان شاء الله ناخد البطوله فيها ونعدي الماتشات اللي جايه، وربنا يكرمنا كلنا جميعا. طب انا فيها برضو حاجه يعني برضو عايز اخد راي حضراتكم فيها، انه لما نلاقي التات والرابع دايما كنا واحنا لعيبه لو تفتكروا كان دايما بيبقى كل التحذير من التات والرابع، بيبقى الفيتنس بدا يقل، الاستريس، المجهود. النهارده في ماتش النهارده شايفين ان احنا تحسننا كثيرا في التات والرابع، فلازم هنا نحيي مخطط الاحمال، ولازم نحيي الجهاز الفني انه بيوصل باللعيبه في التات والرابع ان هي مش تعبانه. دي طبعا دي طفره كويسه جدا، يعني ان انت النهارده الكيرف بتاعك يعلى في الماتش من تحت لفوق. طبعا ده باين يعني الشغل باين بتاع الاحمال والشغل بتاع اللياقه البدنيه، ان انت عاده بيبقى الكيرف طالع نازل في الماتشات. يعني ممكن تبدا كويس الشوط الثاني تنزل شويه تطلع تاني في الثالث، يعني الكيرف دايما بيبقى ايه زي اب اند داون. النهارده انت عندك الكيرف طالع وتقريبا طالع بثبات، يعني طالع بطريقه دراماتيك كده يعني ثبات. فطبعا ده بيدل ان في شغل معمول كويس في اللياقه، وفي شغل معمول كويس في التيم ورك اللي بيحصل. اللعيبه قاريه بعض كويس، كله بيدافع بكل قوه، واخدين الموضوع باهميه وبجديه. صح، تركيز واضح ان في تركيز تحليمات، ما فيش حد بيهزر، ما فيش حد بيضحك في الملعب، الحاجات دي كايدار برضه طبعا يعني بتفرق. يعني صح، يعني بتفرق كده، حاسس اللعيبه مكشره، ما حدش بيهزر، في ضبط، في انضباط. الانضباط مهم جدا طبعًا. فعلا طبعا هو حاطط زي ما احنا قلنا، حاطط سيستم، مش مجرد بس انا بقى انا مدرب، لا انا كل واحد وظيفته زي ما احنا قلنا، كل واحد الوظيفه بتاعته. بيجي في وقت الفتنس بنعلي الفتنس، يجي وقت الاحمال بنعلي الاحمال. حتى كمان عندهم دكتور للنيوتريشن التغذية، نادر الخزام، فدي بيه. حاجه كويسه جدا ان هو يبقى كل واحد ليه وجبته معينه بالكميه المعينه عشان ما يزيدش وزنه. فدي حاجات، دي العوامل دي كلها والجهاز الفني كله على بعضه بيخلي اللعيب الاداء بيبقى ليه مقياس. انت تعبان خلاص تريح، هو ده الاحتراف. كل واحد له شغلانته، وكل واحد بالزبط. عارف له دور في الفرقه. الفرقه النهارده كل واحد حتى لو كان دوره صغير، بس طبعا على مستوى الفرقه بيبقى مهم جدا، لان طبعا انت فرقه، فكل واحد له شغلانه وكل واحد له دور. هو ده الاحتراف. وخلي بالك برضو كيدار قال كلمه في اول الجيم، يعني قال انه او في بدايه المباراه قال لك اللاعب يركز في شغله بس. يعني اللاعب النادي الاهلي او الفرقه بنحاول بقدر المستطاع انه يركز في شغله بس، وده صحيح. اللي هيخلي الفرقه تتحسن. صحيح صحيح. التغذيه في حد مسؤول عنها، الاحمال في حد، انت مريح دماغ خالص. انت يتقال لك انزل اعمل، ركز في الهتمام، اعمل الحته دي، بعمل الحته دي. انا منزل انا دوري في المربع، في المستطيل بتاع الملعب ده، هو ده دوري. صحيح. في التمرين وبره طبعا ليا دور ان انا احافظ على نفسي، احافظ على وزني، احافظ على تمريني. طيب في حاجه برضو عايز اخد راي حضراتكم فيها، انا بفتح مواضيع مهمه عشان الساده المشاهدين يبقوا حاسين بالفرق. تومسون اللاعب الامريكي، مايكل تومسون اللاعب الامريكي المحترف في صفوف النادي الاهلي، انت عشرت لعيب امريكان، وانت عشرت لعيب امريكان، انت لعبت كمان في امريكا،
وانا كمان شفت لعيب امريكان كانوا معانا، مش سهل تخلي لعيب امريكاني يدافع. يعني انت لو جيت قلت لعيب امريكاني دافع ممكن يسمع منك، بس مش هيدافع. ليه؟ لانه عارف انه بيدفع له فلوس في سكور. صحيح، يحط 30 بونت 40 بونت. صحيح. اول حاجه بتهم اي فرقه بص انت جبت كام. صحيح، النهارده تومسون نازل بيدافع كانه لاعب عنده 18 سنه. فاذا المنتاليتي بتاع تومسون غريب، يعني ما شفناهاش مع اللعيب الامريكان كتير. انه نازل عنده فلسفه ان انا دافع. دي حقيقة. ان انا استجيب لتعليمات المدير الفني. هو كابتن هيثم تومسون يعني راجل محترف، فاللي بيتقال له بيعمله. يعني النهارده هو المدرب اوجوستي، كوتش اوجوستي، هو جايبه عشان خاطر حاجه معينه. هو جايبه عشان خاطر مش مطلوب منه ان هو يحط كل السكور بتاع الفرقه. لا، هو جايبه عشان خاطر انا النهارده انت هتمشي الفرقه، انت عندك لعيبه تانية بتعرف تحط سكور، فانت مش مطلوب منك زي كل المحترفين اللي بيجوا ان انت جاي عشان خاطر تحط سكور، جاي عشان خاطر انت تزود السكور بتاع الفريق. لا، انت مش جاي كده، انت جاي لمهمه تانية، انت جاي تمشي الفرقه، تلعب مركز صانع العاب، عندك لعيبه تانية بيقدروا ان هم يحطوا سكور، فانت مطلوب منك ان انت تمشيهم بتدافع. وفي نفس الوقت تدافع. برافو عليك. ودي الفلسفه الاساسيه للفرقه، ان مطلوب من الفرقه السنه دي ان هي تهتم بالدفاع اكبر اهتمام، لان هو ده اللي هيوصلها لان هم يكسبوا البطوله. وكبرى المفاجآت تمت النهارده، خلصت المباراه الاتحاد الاسكندري والاتصالات او المصري للاتصالات بنتيجه 96 كسبوا خلاص 75. يعني في الفرق 21 بونت. هو الغريب دي حاجه غريبه جدا. مش الغريب نتيجه المباراه بس، انا يمكن برضو عايز اخد راي حضراتكم. الغريب ان الاتحاد دخل فيه 96 نقطه في ملعبه، بيتكلم افريج 25 بونت بالظبط، 24 بونت في 4 يديك 96. فيري هاي سكور يتحط على ملعبك بالظبط. وفي نادي الاتحاد الابطال الدوري يعني لا، في اكيد حاجه مش مظبوطه، في اصابات او في حاجه مش مظبوطه. لان يمكن يعني 75 بونت الاتحاد ده طبيعي مع احترام الفرقه الثانيه. طبعا مع احترام الفرقه، ممكن يكون الاداء الفرقه الثانيه عالي على المستوى، اشتغلوا على نفسهم جامد، اشتغلوا على نفسهم جامد وربنا بيكرم. وممكن يكون فريق الاتحاد يعني استقل بالفرقه الثانيه او نزل مرتخي، فطبعا الارتخاء ده بيخليك اكيد اسباب للخساره دي. بس في كلتا الاحوال ده ما ينكرش ابدا ان الاتصالات فرقه محترمه. فرقه محترمه خلي بالك، احنا هنلعبهم تقريبا المباراه القادمه. يعني الاتصالات كده هيتعملوا حساب جامد. يعني احنا هنلعب المباراه القادمه لينا ان شاء الله هتبقى الاهلي والاتصالات ملعب الاتصالات. والماتشات اللي بيننا وبينهم بتبقى دايما فيها يعني الكوره، يعني في كلوز فيري كلوز جيم. يعني انا شفتهم كذا مره كانوا هيكسبونا مره. صحيح. كباتن بشكركم شكرا جزيلا. كابتن خالد مصطفى نورتيني وشرفتيني، استمتعت الحقيقه النهارده. شكرا ليك تحليلك الفني وفكرتنا ايام زمان يا كابتن. حبيبي يا كابتن هيثم، وشكرا ليك وعلى الاستضافه الجميله دي، وتمنيت ان شاء الله للفرقه ان هي باذن الله تكسب الدوري ان شاء الله. كابتن كدار الداوي نورت. شكرا يا هيثم، والله انا اتشرفت بيك جدا وفي قناه الاهلي، ودي حاجه مشرفه جدا والله. وانا سعيد جدا ان انا اشوفك يا هيثم، وان شاء الله خير. وانا عايز اقول لك خالد كمان ما نشجعش انا وانت متصدر بالاستوديو التاني عشان صوتنا ما يروحش. اعزائي المشاهدين بشكركم شكرا جزيلا. النهارده انتهت الليله طبعا نهايه سعيده، فوز النادي الاهلي 76-44. ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي استمرار في الفوز، وان شاء الله احنا كقناه النادي الاهلي ان شاء الله نكون مع ابطالنا في كل مكان بقدر استطاعتنا. بشكركم شكرا جزيلا، والى لقاء اخر مع استوديو الابطال.